احمر اخضر بني، انا مش فارقه مع ام اي لون. حلو. طب مو ده قول لي حاجه، تعصب انت مالك برده ليه كده؟ مالك بقى ايه البرود اللي الدم؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 يا اغلى حاجه في الدنيا، احلى ناس في الدنيا بجد. شدوا كلامكم جميل، وطبعا انتوا مستغربين من شكلي. انا يا جماعه مسطرحه، والله العظيم مسطرحه. انا ما قلعت الشرحه وعمري ما هقلعها طبعا. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا نازله انا وحوده نجيب يعني نتمشى شويه. وحوده اول ما نزلنا قلت له انا عايزه اكل، طبعا اخده معايا الباروكه ودي بتاعت ندى. بس اصلا حوده ولا شاف فيديو ندى ولا شاف البروك اصلا، ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص. قلت اعمل فيه مقلب قبل ما يشوف البروكه بس كده. فراح قلت له روح هات لي اكل، وقلت البس البروكه بسرعه واشغل التليفون واعمل يعني اقول لكم الموضوع الاول، اقول لكم يعني ان انا هعمل في حوده كده. واول ما يجي حوده طبعا هعمل دي كده، اقول له ايه رايك، انا اصلا اتشهرت وهعمل وهقلع طرحه، انا قلعت طرحه خلاص واتشهرت، وانا ده قراري مش هغيره، واشوف رد فعله ايه. وانا مش عايزه البس طرحه تاني، انا اصلا بقيت مشهوره وحقي ان اقلع الطرحه. المهم اشوف رد فعله ايه. قلت بص وهقول له عملت اللون ده، طبعا حد ما بيحبش الالوان ديت، ونشوف رد فعله ايه. طبعا هو هيتصدم انا عارفه، علشان خاطر ما يعرف يعني انا قايله له اصلا عمري ما هقلع الطرحه، وهو عارف كده كويس ان انا عمري ما هقلع الطرحه. فدلوقتي احنا نستنوه لغايه ما يجي ونشوف هيتصدم اصلا. احنا نازله معاه بطرحه وفجاه قلعت الطرحه، وهقول له انا عملت له شعري، وهي طبعا ما عارفش ان دي باروكه اصلا. تمام، بس كده نستنوه بقى. عادي مستنيين دلوقتي، نديله كده نديله عشان ده لا ده لا يودينا في داهيه ده كده. شايفه اتاخر ليه كده؟ ده هيتصدم صدمه. انا مش عايزه اتكلم عشان ما يشوفنيش هو جاي يقول لي تتكلم مع مين. اتاخر مش تبقى خروجه، هتبقى خروجه سودا. ساعه وجاي ساعه. ماشي ساعه. الاكل ساعه لسه؟ عاوز حاجه؟ لا 10 دقايق. ايه رايك فيا؟ ايه رايك؟ اور صح؟ ايه رايك في لون شعري الجديد؟ انا عملته ما وريتهالكش، بس حطيته في الكوافير. قول لي رايك بصراحه. قلت يعني اول خروجه اللي نزلها بعد ما عملت شعري، انت شفتنيش اصلا ما عملته، وقلت انزل بقى بشعري كده معاك. بقى الخروجه من بدايتها يعني معاك بشعري. بالله عليك ايه رايك؟ في ايه يا حلمي؟ طيب استراحه. انا ايه لابس ده؟ يلا انا اصلا انا حقي ان انا اطرح. انا مشهوره دلوقتي. مشهوره ازاي؟ مشهوره ايه؟ وايه اللون المعفن ده؟ رائع. شفت كده عامل شعرك رصاصي؟ ايه لون الزباله ده اصلا؟ انت مش كده في الشارع؟ احنا في الشارع اهو. اطلع. طب اطلعي البسي صح. طب وانا هحاسبك على ده. انت ليه متعصب؟ هتقفليني قسما بالله ما هتمشي. فيش ما هتمشي خلاص. خلاص في ايه؟ متعصب ليه؟ ليه كل حاجة بعصبية؟ أنا عندي شعري، إيه رأيك في شعري؟ إيه رأيك في شعري؟ بتضايقني ولا إيه؟ بتضايقك ليه؟ عاوز أنا أديت عليكي؟ أنا من حقي إني أقلع طرحة، أنا بقيت مشهورة خلاص. أي حد دلوقتي مشهور بيقلع طرحة. أنا أقلع طرحة أنا كمان. على ضمك ها؟ قول لي تعملي اللون المعفن ده؟ عاجبني. طيب استرحى. عاجبني. طيب استرحى يلا. بقول لك عاجبني يا حاج. يلا خش شبك طيب استرحى عشان ما أديتش عليكي. أنت هتضايقك في الشارع؟ يا شباب أديتش عليك والله. في الشارع؟ هو اللون انا من اللي انت عاوزاه، ازرق احمر اخضر بني، انا مش فارقه مع ام اي لون. حلو؟ طب مو ده قول لي حاجه. انت مالك برده ليه كده؟ مالك بقى ايه البرود اللي في دمك ده؟ والهدوء اللي في دمك ده؟ ما ينفعش. طب انت متعصب؟ وانا متعصب لازم كل واحد فينا. الله نفسي يبقى في البيت تبقى كده. الله الله اكبر. بص اعملي ازرق، اعملي احمر، اعملي اخضر، ماليش دعوه. تمام كده؟ بس كده البس طرحه. انا مش زعلك يا ست، اعمليه ان شاء الله تعمليه ابيض، انا ماليش دعوه، اعملي اللي انت عاوزاه. هو شكله حلو، هو حلو عليكي. ميرسي. بطلي برود بقى تلعبي الصرحه، تبقى خوخه صوت عليك اقسم بالله. بص انا ما هدي لحد الاخر معاك. هدي لحد الاخر. حقي ان انا اطرح. لا مش بالحق. لا حقي والله. والله العظيم من لو الشهره ما تعملش فيديوهات تاني. والله ما انت عامل فيديوهات تاني بقى. خلاص
خلاص بس بقيت مشهوره يعني لما اتصور انزل صوتي على انستغرام بشعري. خلاص همسح كل الشوارع اللي بطرح اللي بطرحها وهمسح كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب كله. انت اتجننتي صح النهارده؟ انت اتجننتي صح يا حوده؟ في ايه يا حوده؟ اتجننتي اوف بنت اخيه مديده عليك وزعلك مني. حوده انا مش كنت قايله لك انا هعمل رصاصي؟ ده الكلام ده من سنه. ايه بص انا مش انا بقى النهارده الصبح قررت انزل اعمله ازرق. انا حره. بص هو حلو وجميل اقسم بالله حلو عليه وجميل. حتى لو مش عاجبك عجب. طب خلاص عاجبني وجميل قوي. عاجب اصحابي، عاجب الفانز، عاجب كل الناس. فانز فانز ايه يا معفنه انت؟ انا خلاص اتغيرت. طب لا طب انا ماشي. بص جميل وشعرك حلو. خلاص انت قلت لي حلو مره خلاص. انت قصيت شعرك ولا ايه؟ قصيت شعري؟ لا هو عشان اللون جديد بس. هو شعري انت شعرك طويل؟ اطول من كده؟ لا نفس الطول عشان بس مفروض بس معمول لي الاستشاره دي كده. طب يلا طب اطلعي. بص انا هقول لك على حاجه. وديني ما هنخرجه عادي. والمصعب ما هنخرجه. اهم حاجه نزلت في الشارع بس عرفت الناس ان انا اتشهرت بقى وايه وبقيت بشعري. الناس اللي عارفيني في الشارع يعني. طب يلا اطلعي. طب اطلعي الله يصلح حاجه. بس حاجه هطلع على المسدات تنزل من صلح. صلح من ماسك فيا من بدري. ايه هطلع تريني وعادي ما تنصح لامي صح؟ اه طب اطلعي صلح يلا والبس طرح. يعني ما تنفذنيش يعني ما بهزرش عشان ما تجي عليك. يلا سلمى يلا سلمى ما خليكي حلوه. انا قلت لك انت قلت لي فوق البس طرحه ولا هلا طرحه؟ ما قلتيش ليه؟ انا هلبس طرحه صح؟ اه انا عملت لك مفاجاه. ما قلتيش ليه؟ طب انا ايه ما قلتلكش ليه؟ بقول لك مفاجاه. في ايه مفاجاه؟ انت كل حاجه كده قفش كده. على فكره انا لو عصبت تسمع مني كلام ملوش لازمه ماشي؟ انت ايه البرود اللي فيك ده وايه الكلام البارد ده؟ انا مش عايزه ابقى منفعله معاك. انا مش عايزه ابقى منفعله معاك صدقني. أمور صح؟ أمور مش أمور طبعا. يلا بقى البس طرحة. البس طرحة. أنا شايفة نفسي والله العظيم هطلعك أقسم بديني وإسلام هطلعك البيت ما تنزلي تاني. عادي مش هتقفل عليكي. عادي. أنت حاسة أنت اتجنتي؟ الشهرة لسعتك؟ أوي. الشهرة جنتك؟ أوي. طب الناس يقولوا عليا إيه لو شافوك كده؟ أهم حاجة كلهم لو مبسوطين. لو بص يا عم لو الناس انبسطوا مني هكمل، ما انبسطوش هلبس طرحة تاني. أنا اللي بقول لك البس طرحة تاني. لا. اخد راي جمهور. ده في رمضان يعني؟ في رمضان ما تنزلي كده؟ ها لا في رمضان لا بلبس حاجات. خلاص حرام عشان ما تعجبش منك. انا هزعل. يعني انت اللي همك رمضان؟ مش هم مش همني بس حرام. يعني انا هسلب شعري مثلا؟ طب يلا شخط البس طرحه. نو هقلب عليك والله. الممثلين بيروحوا العمره بيلبسوا حجاب ويرجعوا العمره يرجعوا يلبسوا صيحات. انت ممثلين يا ستي؟ ما انا ممثله دلوقتي. ممثلين انت بتصوري فيديوهات بالموبايل يا بنت معايا؟ هتقولي ممثله؟ انت عبيطه ولا ايه؟ يعني هبقى ان شاء الله بزيهم. طب يلا عشان خاطري يلا ربنا يهديك عشان ما اقلبش عليكي. يا سلمى هانم اطلعي يلا البسي الطرحه وانزلي عشان ما اخليش ايامك سودة. انا بخليك بالذوق ما تنفذيش احسن لك. على فكره انت جالي صداع. يلا عشان ما تجيش عليك. يلا الله يصلح حالك. جالي صداع. عايز اقول لك انا عارف فيك انا بس الطرحه. انت مش متخلف يا ابني. انا عمري ما لعبت طرحه. انت هتنهد. انت شفتش الفيديو؟ انا قلت لهم قلت لهم حد ما شافش الفيديو قلت اعمل فيه ما انا بسرعه بشوف الفيديو بتاعنا ده. انا اقلع الطرحه؟ انت بتهزر يا حد. والله كنت لسه هتفرج عليك جامد قوي. انا عمري ما لعبت طرحه بس اقسم بالله انا اكتشفت ان هي حلوه. اكتشفت ان انا اموره. يا جدعان انتوا وديكوا زي الطرحه. انا مش راضي. انت عامله كده ليه؟ انتوا وديكوا زي الطرحه. انا الطرحه بس ظبطتها يعني. انا ما عايز اعمل حاجه بعملها. انتوا وديكوا زي الطرحه؟ والله يا جماعه ما شافش حاجه من طب انت ساكن الصوره شويه انا وانت؟ اه اللون ده عاجبني قوي والله العظيم. هو اللون عاجبني وكل حاجه بس ما ينفعش امشي كده في الشارع. هي كانت من كام يوم قالت لي عاوز اعمل شعري رصاص من فتره يعني. قلت لها انت عاوزاه اعمله رصاصي؟ فتره ورحت عاملها اسود. رحت عملته اسود واحده بوظته لها وبعد كده عملته اسود صح كده؟ تعالى نصور بقى الصوره كده. ايه البرود اللي فيه كده تعالى؟ يا جدعان بس انا مش هخليش طبعا سلمى تقلق. مش قادر تبوس. كل شويه قادر تبوس ما خدتش بالك. واعمل كده واعمل كده. انا اعمل لها حاجه حلوه. اعملي كده. انا اعمل كده وانت تكمل. انا مش عارفه برده معاكش النهارده كده. يا جدعان انت فاهم اسلوب مستفز؟ انا حاسه ان انا مستفز. لا انزلي كده عشان عاوز اصور. عاوز اصور معاكي صوره كده. تيتي كوتي. نزلي ايد امك دي. ايه ده وانا؟ شكلي والله شكلي امور. يا جدعان والله العظيم تاتا انا اتوهمت. امور ده؟ هو الازرق شكله حلو قوي يا جدعان بس. بس عمري ما اعمله. هي كانت تعمل رصاصي يا جدعان. هو شعرها نفس الطول كده واطول شويه بس انا استغرب شعرها اطول. وبعدين هو استغرب ايه لقيته اول ما بدا شك
عشان دوت مش زي الباروكه غير شعرنا، انا شعري مش كده، انا شعري ناعم. لا بس هو ده ناعم على فكره، والله العظيم من فوق اقسم بالله بحسبه شعر. هو من فوق اه، بس هنا تحسه بلاستيك. يا جدعان شعر سلمى كده، بصوا اهو انا شعري ناعم يا جماعه، انا شعري مش وحش، بس هو اللي بوظه الصبغه، بس الحمد لله بقى بيتعالج بقى. خضتني الجزمه يا رب طبعا. حمام كريم فاتيكان اللي بالمايونيز، عشان بنصحكم برده نصيحه ليكم يا جماعه، حمام كريم فاتيكان مايونيز تحفه. طب يا جدعان لو سلمى اتفضل بنصحهم اي حد شعره والله يا جماعه بايظ يستخدم حمام كريم فاتيكان اللي هو بالمايونيز، لسه جديد حلو قوي، احلى حمام كريم جربت ياما قوي قوي قوي، احلى حاجه. يا جدعان دلوقتي البسي البسي بروك عشان نعمله حاجه، يعني البسي بروك دلوقتي لو سلمى طلبت تلبس الطرحه ينفع خليها تلبسها ولا لا؟ تقلع الطرحه طبعا. انا بصوا يا جماعه، انا شهره مش شهره مش اي حاجه، ممنوع انزل انا اللي لابساها، انا اللي لابسه طرحه من دلوقتي، انا عجبتني. كنت يا جماعه وانا صغيره هعديها لها المره دي عشان احكي لهم الموضوع. كنت وانا صغيره كنت في رمضان البس الطرحه، وفي بعد او يعني يوم العيد الصبح اصلي اروح اقلع الطرحه وبقى خلاص كده. جاء في يوم الناس كلها بتقول انت جميله قوي بالحجاب، ازاي تلبسي ازاي تقلع الطرحه جميله؟ ايه والله ولا هي جميله يا جدعان؟ انتوا تقولوا جميله ولا لا؟ والله العظيم انا اموره ماشي يا جماعه. بعدين انا بقى حبيت نفسي قوي بالحجاب، وانا بقى ايه من نوع ان انا عايزه اكبر نفسي بقى، مش بقى ايه ده انا كبيره ابقى يقول لي انسه في الشارع انا لابسه الحجاب كنت مقتنعه بيه عادي. ماما قالت لي اوعي اوعي ترجعي تقولي لي اقلعه تقلعيه، مش هخليكي تقلعيه، قالت لي حرام. ولا ده مش هسيبك الايام الجايه التحدي. بصوا يا جدعان استنونا انا وسلمى تحديات، اشتركوا في القناه اشتركوا في القناه بقى وفعلوها بقى، والنبي يا جماعه ادعمونا عشان نعملوا كل جديد، عشان مش هنلاقوا تفاعل مش هنعملوا حاجه ان شاء الله. نعملوا فيديوهات كتير المره الجايه، مش عايزين نعملوا مقالب، مش عايزين نعملوا تحديات ولا اي حاجه، دي اكتب لنا في كومنتات اي فيديوهات انت عايزينها واحنا نعملها. يلا عاوزين حاجه؟ بنحبكم. بس طبعا سلمى ما فيش الكلام ده تاني خلاص. لا والله يا جماعه شعري يلا لا تعالى بقى سلمى طرحه. بحبكم قوي قوي قوي. صدقوا يا جماعه اكتشفت ان انا شكلي حلو من غير حجاب. سلمى يا جدعان عامله كده، انا وهي يا جدعان بنعمل كده مع بعضينا. باي 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 يا بنت الحرام، مصعب مغتسل.